الله وليد كن كريما على رأي ما بيقولوا اخواننا في الشام، انت كريم واحنا بنستاهل يعني. اه طبعا. شوف حط ايدك على الاورج وشوف المقام اللي هيسلطنك. في مصر الصراحة أستاذ وليد، وليد كلام وليد هو بيعزف لنفسه كل. أنا عاوزك تغني حاجة لبابا، وبعدين حياتك يعني يا ريت بعد ما يخلص أستاذ وليد إذا كان في إمكانية هاتوا صوت والده. إن فرقتوا صوت والده من وليد يا سلام استحالة. سمعنا يا صوت، سمعنا حاجة حاجة بس من بتاع بابا. معنى كده إن عمر وكريم هيطلعوا مطربين وعازفين وكله. ربنا يخليك يا استاذ حسن، جميل انت وراكوا غير ال كان ليها شهره في فتره من الفترات عشان خاطر الحاج سعد يعني ما اقدرش. والله مشهوره لغايه دلوقتي والناس بيحبوها. نفتح المقطع. على فكره انا قلت لوليد يا وليد انا عايز اغني حاجه من حاجات الوالد، ويا ريت نعمل توزيع والكلام ده كله. مفتوح المايك؟ حصل مني ولا ما حصلش؟ صح بس حصل. طب الحمد لله غني بقى. حصل يا باشا. لا حبي لامور الناس، وكان الذنب مش ذنبي ومالي. الله 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 الله. الناس على حبي كان الذنب مش ذنبي ومالي الناس، اه ما دام القلب حبه خلاص انا مالي انا مالي.